ثلاثة لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم كلام رحمة سبحانه وتعالى لغضبه عليهم سبحانه وتعالى، لغضبه عليهم لا يكلم كلام رحمة سبحانه وتعالى. قال ولا يزكيهم، أي لا يشهد لهم بالإيمان لضعف إيمانهم أو ذهاب إيمانهم، والمقصود هنا ضعف إيمانهم. قال ولهم عذاب أليم، أي مؤلم، عذاب شديد مؤلم. من هم؟ قال أشيمط زان. الأشيمط هو الرجل الذي اختلط سواد شعره ببياضه، اختلط سواد شعره يعني كبير مثلي، اختلط سواد شعره ببياضه، هذا يقال له أشيمط، يعني اختلط البياض بالسواد. هذا الأشيمط إذا وقع منه الزنا فإنه أقبح من وقوعه من غيره، من الشاب مثلا. لماذا؟ قال لأن الشاب عنده شهوة قوية، بينما هذا الأشيمط يعني لنقل بدأ بالعد التنازلي،